السادة المشاهدين وضيوفكم الكرام. طبعا هذا الحديث من الجانب الأمريكي ليس بجديد، على اعتبار أن القدرات اليمنية المتنامية والتي أدت إلى تراجع تلك الهيمنة في هذه المنطقة الحيوية والحساسة، خصوصا بعد أن تعرضت حاملة الطائرات إيزنهاور لأربع عمليات يمنية متتالية أجبرتها على الفرار من البحر الأحمر وإلى جانبها أسطولها الضارب. وكان من نتائج انسحاب الأمريكي أيضا انسحاب القوى الأخرى التي كانت مشاركة إلى جانبه، بعض سفن حلف الاتحاد الأوروبي أو ما سمي بحلف أسبيديس. بعد أن أجبر الأمريكي على سحب حاملة الطائرات إيزنهاور أو أنها أجبرت على الهروب، كان الأمريكي يتحدث بأن حاملة الطائرات روزفلت ستدخل محل حاملة الطائرات إيزنهاور، وكونها لم تعد بالوقت أو المدة التي تم تمديدها لحاملة الطائرات إيزنهاور، إلا أن إيزنهاور كما غادرت، إلا أن حاملة الطائرات الأخرى روزفلت أيضا لم تجرؤ على الاقتراب من مسرح عمليات القوات البحرية اليمنية، خصوصا بعد أن تحدث السيد القائد بأن وصول حاملة الطائرات إلى مسرح عمليات القوات المسلحة اليمنية سيتم استهدافها منذ اللحظة الأولى وستبقى هدفا للقوات البحرية اليمنية. ترون أن القوات الأمريكية عبر هذه حاملات الطائرات لن تستطع أن توقف القدرات العسكرية التابعة لجماعة الحوثي واستهداف إسرائيل؟ نعم، هي لم تستطع أن تحقق ذلك الردع الذي جاءت من أجله، والذي كان به بايدن يتحدث بلغة عنجهية ومتعالية، بلغة لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا، وكأنه سيرسل الموت إلى المنطقة. إلا أن صلابة المقاتل اليمني وتطور القدرات التي راكمها خلال مواجهته مع تحالف العدوان، وأيضا خلال فترة التصدي للعدو الأمريكي والبريطاني منذ عملية معركة الفتح الموعود، قد أوصله إلى نتيجة بأن عصر حاملة الطائرات في ظل الصواريخ البالستية البحرية والصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة لم يعد سلاحا يمكنهم مواكبة المرحلة، بل ستحول إلى نقطة ضعف نظرا لتكلفته الباهظة والعنصر الذي يشكله باعتباره أبرز عنصر للقوة الأمريكية. لذلك قام بسحبها خوفا من الوصول إلى ما وصل إليه في الوضع في البحر الأحمر، إلى وضع أسوأ من ذلك، من سقوط الهيبة الأمريكية وسقوط العضلة الأمريكية وقوة الرد. نعم. حاول أن يحتفظ ببعض تلك الصورة من خلال الحديث عن إعادة انتشار وسحب حاملة الطائرات، لأنه أدرك أنه لا جدوى من البقاء في البحر الأحمر، وتكلفتهم كل يوم في التزايد بشكل كبير، سواء من هذه الصواريخ الدفاعية أو النفقات التشغيلية الأخرى، دون أن يكون هناك جدوى على الميدان، لا في كسر الحصار ولا في حماية سفنهم، بل ولا حتى في حماية أنفسهم نظرا للتهديدات المستمرة التي واجهوها في البحر الأحمر. طيب.